يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حلف على شيء فقال والله لا آكل شيئا حتى ينهي فلان معاملتي في الدائرة الفلانية، ثم تبين أن فلانا هذا عنده إجازة لمدة شهر، فهل على الحالف في كفارة إذا أكل شيئا؟ لا تأكل لمدة شهر أو شهرين، وإذا جاء للعمل وقضى حاجتك تأكل. أنت اللي أحرجت نفسك يا أخي، لماذا تعمل هذا العمل؟ وكفر عن يمينك وكل واشرب والحمد لله، ولا تعمل هذا مرة ثانية. نعم.